اللي سواه الرئيس عبد المجيد طبور. أنا في نظري قرار سليم، قرار حكيم، لابد كانت رسالة قوية للجميع، للقاسي والداني، أن يعرف أن الجزائر بلد عظيمة. وفي كل فيديوهاتنا السابقة بنأكد هذا الكلام وبنقول أن الجزائر رغم أي مؤامرات، رغم أي مشاكل، لكنها قوية لأن اتكالها العظيم على رب العباد. مرحبا متابعينا الكرام، ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناتي أنا حسام أبو الحاج. بنرحب بكم أحباب الفلسطينيين في كل مكان والعاشقين للقضية الفلسطينية أينما كانوا وعلى مدار الوقت. فيديو اليوم فيديو لأحبابنا وأهلنا في دولة الجزائر وإلى الرئيس عبد المجيد تبون بالتحديد. امبارح الرئيس عبد المجيد تبون أقال وزيرة الثقافة الجزائرية وجاب وزيرة جديدة. يا ترى هذا اللي سواه صحيح ولا مخطئ في هذا التصرف؟ خلينا نشوف. بنذكر الرئيس تبون لما أعلن أنه المدارس والجامعات ستبدأ تدرس اللغة العربية وسينهي لغة المستعمر الفرنسي الذي كانت مستعمرة الجزائر. بكل تأكيد دوما بنعرف أنه دولة الجزائر هي بلد الشهداء وبلد الأبطال، وضحت كتير وطابرت كتير لتصل لأنها تكون دولة مستقلة ودولة ذو كيان خاص، رغم المؤامرات العديدة اللي بتيجي عليها ورغم المشاكل ورغم أي شغلة وأي انتقادات بتيجي عليها، لكن ما زال الشعب الجزائري مستمر وما زال عطائه مستمر وما زال لا ينسون دم الشهداء وما زال يدفعون بكل حق وفي كل وقت. بكل تأكيد كمان لما هاي الوزيرة الجزائرية طلعت في خطاب على قناة سي بي سي الذي شهدها العالم أجمع و أدلت بكلامها أنها أن ما زال يعني اللغة الفرنسية دائمة أو بتضيع منهم الأحرف العربية وبصرشو، هي اعترفت بفرنسا بشكل خاص أو بحسب كلامها، ولكن هذا الشيء لم يعجب الرئيس عبد المجيد تبون. فهذا الشيء يبين صفة سيبين النية الصادقة للرئيس عبد المجيد تبون، ويبين أنه دوما يحب أن يكون ذو دولة وكيان خاص ولا يريد أن يستمر الكيان الفرنسي حتى في لغتهم، فاللغة العربية هي الأم. وما زلنا نؤكد في منهجهم الجديد وفي كتبهم الجديدة ما زالت اللغة العربية الأم هي اللغة التي ستسود وهي السائدة حتى الآن، ويحاول قدر الإمكان أن يلغي اللغة الفرنسية. فمن وجهة نظر متابعينا الكرام أن تصرف السيد الرئيس تبون هو قرار سليم ليثبت للعالم أن الجزائر بلد مستقلة، بلد ذو كيان خاص، بلد كان الاستعمار الفرنسي محتلها ولكن دنسوا أنفه وخلوه يغادر البلاد الجزائرية. بكل تأكيد كما سندنس أنف الاحتلال الصهيوني ويغادر بلاد فلسطين بكل تأكيد. بكل تأكيد لازم نوضح ونحكي أن الجزائر ما وصلتش للمكان اللي هي فيها إلا بعد ما قدمت الشهداء، بعد ما قدمت الأبطال، بعد ما قدمت الثوار، بعد ما راح فيها ناس عظماء كأمثالي هواري أبو مديم الرئيس السابق، والحمد لله ما زال النهج مستمر، رئيس تلو آخر، رئيس تلو آخر على نفس نهج الرئيس هواري أبو مديم، والحمد لله الذي دوما كان يفتخر به الشعب الفلسطيني وما زال يفتخر، ودوما كان يقول نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. وبنشاهد كمان مواقف عظيمة مشرفة ما بين الجزائر وما بين فلسطين. هذا عشان ما نخرجش على الإطار، ولكن بنحب دائما نأكد في هذا المجال. المهم اللي سواه الرئيس عبد المجيد تبون أنا في نظري قرار سليم، قرار حكيم، لابد كانت رسالة قوية للجميع، للقاسي والداني، أن يعرف أن الجزائر بلد عظيمة. وفي كل فيديوهاتنا السابقة بنأكد هذا الكلام وبنقول إنه الجزائر رغم أي مؤامرات، رغم أي مشاكل، لكنها قوية لأن اتكالها العظيم على رب العباد. فمن وجهة نظري القرار سليم 100%. يعني هو شخص ما برضاش إلا الحق، شخص ما بدوش الباطل يستمر، شخص
بدافع عن بلده بكل للأمانة بكل همة وبكل صدق. فأدام الله الرئيس عبد المجيد تبون، حفظ الله دولة الجزائر العظيمة، حفظ شعبها العظيم، حفظ إخواننا في كل مكان العارفين للحق والعارفين أيضا للباطل. حفظ الله من يدافع عن فلسطين، حفظ الله البلاد العربية، حفظ الله من الدول العربية من خباتت الاحتلال الصهيوني والأعداء الذي تأتي على الدول العربية. بكل تأكيد بنرجع بنقول الرسالة اللي سبب الإقالة، يعني الإقالة اللي سواها الرئيس عبد المجيد، هي أيضا ليست بمثابة لأن يدافع عن اللغة العربية. اللغة العربية هي لغة أم، لغة القرآن الكريم، وستدوم في جميع البلدان العربية. فيش حاجة اسمها لغة فرنسية، فيش حاجة اسمها لغة عدو. اللغة التي ستدوم هي لغة العربية. وقرار السيد الرئيس عبد المجيد تبون قرار سليم 100%، ونحن كفلسطين ندعم هذا القرار حتى يكون للجميع عبرة أن دولة الجزائر دولة عظيمة ولن تتهاون مع أي شخص من كان، الفقير والصغير والغني والوزير، لن تتهاون مع أي شخص بيقدر أنه يغير أي قرارات أو أي أشياء معينة داخل دولة الجزائر. شكرا دولة الجزائر، شكرا لقراراتكم السليمة، شكرا من شعب فلسطين، بنهنيكم على انكم ما زلتم يوم عن يوم او ساعة عن ساعة بتكبروا في عيون الجميع، ابتسمتوا للجميع انكم دولة عظيمة فعلا مشرفة يفتخر ويحتدي بها جميع الامم في العالم. هيك متابعينا الكرام كانت وجهة نظري في هذا القرار للرئيس عبد المجيد تبون. نأمل أن تكون رسالتي قد وصلت. نهنئكم دوما دوما من قلوبنا، والله نحبكم. وأنا كفلسطين لما بطلع بحكي عنكم، والله بحكي معكم وكأني يعني بحكي عن بلد التانية، وهي بلد التانية الجزائر، ونتمنى أن نزورها قريبا إن شاء الله وبإذن الله تعالى. طبعا احنا بنقول كمان للوزيرة الثقافة اللي تم إقالتها هارد لك، وصدقا قرار السيد تبون هو لمصلحة الشعب الجزائري أجمع فقط لا غير. فلا تهاون، فدولة الجزائر عظيمة جدا، ومن سيقربها لن ينال إلا العقاب. ودوما توكلهم على الله عز وجل. دامت القدس العربية حرة مستقلة، دامت إن شاء الله ستحرر من أيدي الاحتلال الصهيوني. شكرا لحبكم لفلسطين، شكرا لحب فلسطين للجزائر، من قلوبنا نحبكم. هيك متابعنا الكرام وصلنا لهذه حلقتنا لهذا اليوم. بنأكد على الأعمال الجزائرية اللي عملناها من شعب فلسطين، كليب غنائي عملناه، كليبين غنائيين عملناها لشعب الجزائر، مهدا من شعب فلسطين لشعب الجزائر، موجودات في الوصف تحت، روحوا شوفوهن وشاركوهن. قناتنا وصلت 86,000 مشترك، نتمنى نصل 100,000 مشترك في أقرب وقت عاجل، عشان نفرجيهم أن جمهور الجزائر في ظهري قوي وكبير بإذن الله تعالى. أتمنى الاشتراك في القناة للمشاهدة القناة، وأتمنى تفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك لتحفيزها للاستمرار، وسنبقى دوما مدافعين عن شعب الجزائر العظيم بإذن الله. هيك وصلنا هيك حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كان معكم حسام أبو الحاج، بأمان الله، السلام عليكم.